بانو جلاني بالله بانو المنال يا عبد القادر المنال يا عبد القادر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا وارحم الجماعة الحاضرين في المكان يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا وارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك عزيز قريب مجيب الدعوات اللهم لا تدع في مسكننا ومجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا فقيرا إلا رزقته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة آخرة. آمين. إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين. آمين. لا تردنا بعد الدعاء من الخائبين. آمين. ولا من بابك من المفرودين. آمين. ولا من رحمتك من اليائسين. آمين. اللهم تقبل دعانا ببركة الأنبياء والأولياء والصالحين. خاصة وخصوصا سيدنا القطب الرباني والهيكل الصمداني سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني وببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا كريمنا مولانا محمد فارس آمين Gracias, gracias.